استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مجلس سموه الأسبوعي بقصر رفاع مساء اليوم. استقبل أفراد العائلة الملكة الكريمة والوزراء والأعيان وأعضاء مجلسي النواب والشورى والبلديات وعددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية. وقد أعرب الحضور عن سرورهم وتقديرهم لمجلس سمو ولي العهد العامر، مشيدين بحرص سموه على الالتقاء بالمواطنين والسير على تكريس قيم الآباء والأجداد والحفاظ على الروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة، منوهين بجهود سموه في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم في ظل المبادئ السامية التي يحملها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، وما تليه الحكومة الموقرة من سعي متواصل نحو مستويات أفضل من التنمية والخدمات.